السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة طبيعية بديل للبوتوكس، وصفة جد مفيدة لبشرة الوجه، تساعد على ازالة التجاعيد الموجودة في الوجه، خاصة التجاعيد التي توجد حول العينين. وصفة في مدة 7 ايام تمكنك من التخلص نهائيا من التجاعيد الموجودة في الوجه. صراحة هي وصفة سحرية، وصفة مجربة من العديد من النساء ولديها نتائج جد رائعة. المكونات اللي كنحتاجو فعلا جد بسيطة. نحتاج الى ملعقة من العسل النحل، ضروري من استعمال العسل النحل. نحتاج الى ملعقة من زيت الزيتون، ويمكنكم استبداله بزيت اللوز او زيت ارغان الموجود في المغرب. ونحتاج الى صفار بيضة، من الافضل استعمال صفار بيضة يكون بلدية، تكون بيضة بلدية او بيضة عادية في عدم وجود البيضة بلدية. طريقة تحضير هذه الوصفة فهي جد سهلة. كناخدو صفار البيضة وكنضيفو له زيت الزيتون، وكنضيفو له العسل كما قلت لكم. فهاد العسل عسل النحل يكون حر. كنخلطوا هاد المكونات جيدا مع بعضياتهم، كل من العسل وكل من الزيت. كما قلت لكم يمكن لكم استبدال زيت الزيتون بزيت ارغان اذا كان متوفر عندكم زيت ارغان، فهو جد مهم للشعر. بالنسبه للبيض فهي بروتينات اللي تغذي، في مجموعه من البروتينات التي تغذي البشره. وبالنسبه للعسل فهو يساعد على شد الوجه بالمكونات الموجوده فيه، وزيت الزيتون فهو يرطب وينعم البشره. نقوم بتخليط هذه المكونات لغايه الحصول على هذا الخليط. نقوم بتطبيق هذا الخليط على الوجه، ونقوم بتدليك الوجه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. نضع الخليط ونقوم بتدليك الوجه، لا نترك الخليط يجف على البشرة، بل نقوم بتدليك هذا الخليط على بشرة الوجه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. هذه الوصفة نستعملها يوميا لمدة 7 أيام. بعد 7 أيام ستلاحظون النتيجة، وستلاحظون الفرق بين التجاعيد التي كانت فيكم من قبل والتي توجد بعد استعمال هذه الوصفة. يمكنكم أخذ صورة قبل وبعد استعمال هذه الوصفة، فهذه الوصفة جد رائعة وجد فعالة ومجربة.